أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كورونا تغطية خاصة. انخفضت أعداد الإصابات الجديدة عالميا حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية أخيرا، خبر جيد، لكن ذلك لم يصبح ملموسا في أماكن عديدة بعد. فالتحورات الجديدة الأكثر عدوى تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس. بلدان كثيرة باتت في خضم موجة ثانية أو ثالثة من انتشار الفيروس. أناس كثيرون فقدوا قواهم وثقتهم وطمأنينتهم. حملات التلقيح ضد الفيروس تواجه مشاكل أيضاً، إذ أن هناك عدم ثقة في اللقاحات، وهذا هو محور حلقة اليوم. كما سنتناول عواقب الجائحة الخطيرة والدائمة، وسنتعرف على وضع اللقاحات في بلدان عديدة والوضع في كولومبيا. وفي النهاية لدينا محبوسون في فقاعة، وذلك في إطار عمل فني جميل يلقي ضوءا على عزلة البشر. تنتشر الشائعات حول اللقاحات مثل سرعة انتشار الفيروس حول العالم، وتغذي تلك الإشاعات حالات انعدام الأمان لدى الناس أغنياء أو فقراء. فمخاوف تناول اللقاحات متشابهة في العالم، وهي مخاوف يعرفها العاملون في القطاع الطبي جيداً. 4 أشخاص من بلدان مختلفة يشعرون بالقلق من لقاحات كورونا ومشاكل مختلفة تماماً. هناك أناس يشعرون بأننا أول بلد يتلقى اللقاح ولا يرغبون في أن يكونوا ما يشبه حيوانات تجارب. فيما يتعلق باللقاح المحلي الصنع كوفاكسين والذي صنعته شركة بارت بيوتيك، لقد جرت الموافقة عليه دون أي بيانات كافية عنه. في ألمانيا يشعر كثيرون بالإحباط لأنهم كانوا يتوقعون أن التلقيح سيجري بسرعة أكبر. تواجه ألمانيا تعثراً في عمليات التلقيح، ومن الواضح أنها لم تطلب ما يكفي من لقاحات. في بلدان أخرى تشعر الطواقم الطبية بالقلق إزاء مدى سرعة عمل اللقاح، وما إذا كان سيفي بالغرض منه. إننا كدولة لديها مشاكل كثيرة في القطاع الصحي. نشعر بالقلق من مدى كفاءة البنية التحتية لتخزين اللقاح. لكن لكل مشكلة حل، يوجد تفاؤل إزاء إمكانية التغلب على المشاكل التي ظهرت في البداية. عندما يشاهد الناس أن الذين تلقوا اللقاح بحالة جيدة ودون أعراض جانبية خطيرة، فسيتشجعون لأخذ اللقاح أيضاً. أحاول دائماً أن أشرح للناس وأن أجعلهم يتغلبون على مخاوفهم من اللقاح. اللقاح فرصة هائلة لنا جميعاً لنتخلص من الجائحة بالتدريج. كما يبدو أن التعاون الدولي بين العلماء يسهم في طمأنة الناس، إذ تتوفر بيانات من بلدان مختلفة عن نجاعة لقاحات جديدة وقرب موعد استخدامها للتصدي للفيروس. إننا متفائلون بأن هناك أعداداً أخرى من اللقاحات ستحصل على الموافقة، وسيكون ذلك مهماً ليس فقط في مسألة تحمل التكاليف في الهند، ولكن أيضاً لأجل تلبية الاحتياجات العالمية من اللقاحات. يواصل الفيروس تفشيه منذ 14 شهراً، ومنذ أول إغلاق عام في ألمانيا، ونحن نغطي في هذا البرنامج أخبار الجائحة من منازلنا. تصلنا في مقر سكننا هنا في برلين تقارير من أنحاء العالم كافة. فهل سيجلب اللقاح الخلاص للناس؟ وهل سيتعين تلقيح الأجيال الأصغر سناً أيضاً؟ طرحنا هذه الأسئلة على أحد الخبراء. نعم، من المهم جدا تلقيح الشباب بعد أن ننتهي من تلقيح كبار السن والفئة الأكثر عرضة للمخاطر بسبب الفيروس، لأن عدم قيامنا بتلقيح الشباب سيعني استمرار الإصابات بالفيروس في صفوفهم. ونحن نعرف الآن أن الإصابة بفيروس كورونا تشكل خطورة أيضا على الأشخاص الأصغر سنا، لأن 20% من حالات الإصابة بالفيروس تؤدي إلى عواقب طويلة
الأمد وخطيرة، لذلك من المهم أن يجري تلقيح الأجيال الأصغر سناً بأسرع ما يمكن، فذلك سيؤدي إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة ويسرع من تحقق مناعة القطيع. البلدان الفقيرة غالباً ما تعتمد على المساعدات الدولية للحصول على اللقاحات، وقد يطول الأمر إلى نهاية العام المقبل حسب الخبراء قبل أن تحصل جميع بلدان العالم الثالث على فرص تلقيح، وذلك رغم أن الأنظمة الصحية في بلدان العالم الثالث بالغة السوء وخاصة في المناطق الريفية. أندريس روخاس طبيب عناية مركزة ويعمل منذ عام في مستشفى توماكو في أقصى جنوب غرب كولومبيا. حتى عام مضى لم يكن في العيادة أي أسرة للعناية المركزة، حينها كان يجب تدبير كل شيء بسرعة مع بداية جائحة كورونا. خلال فترة الانتشار الأول للجائحة عالجنا أكثر من 2500 مريض، فيما توفي 21 شخصاً ونقل 17 آخرون إلى مستشفى آخر. مستشفى توماكو واحد من العديد من المستشفيات الإقليمية في كولومبيا التي افتتحت وحدات للعناية المركزة في ظل الجائحة. فكرنا في بناء قسم للعناية المركزة وهو يضم حالياً 13 سريراً مع شاشات وأجهزة تنفس وأسرة كهربائية وطاقم ندربه بأنفسنا. كانت هناك أموال خصصتها الحكومة لذلك، لكن التمويل الأساسي كان من تبرعات المجتمع المدني كما يقول أندريس روخاس، وخاصة التبرعات من قطاع الاقتصاد المحلي. تعيش توماكو من السياحة، هذا شريط فيديو ترويجي يعود إلى فترة ازدهار. يأتي السياح إلى هنا من جميع أنحاء العالم، لكن بنيتها التحتية الطبية كانت دوما مهملة من قبل الحكومة في العاصمة بوغوتا. لقد كان المستشفى يضم سابقاً 38 أسطوانة أكسجين فقط، تخيل هذا، 38 أسطوانة للتعامل مع الجائحة، لكننا تمكنا من جمع 400 مليون بيزو وتجهيز نظام الأكسجين الطبي بخزان أكسجين سائل، وهذا كله بفضل تبرعات تجار التجزئة في توماكو على وجه الخصوص. وهذا يساعد قليلاً على أي حل، لكن الموجة الثانية من الإصابات تترافق الآن مع نقص في الأدوية أيضاً. لا أحد يفكر هنا في لقاحات ضد فيروس كورونا، وقد استنفدت الطواقم الطبية كل طاقاتها. يمكنك أن تشعر هنا بإرهاق طاقم العمل وتعبه وانهياره بسبب ساعات العمل الطويلة جداً. في بداية شهر مارس وصلت إلى مطار العاصمة بوغوتا 117 ألف جرعة لقاح من مبادرة كوفاكس التابعة للأمم المتحدة، وذلك لبلد يزيد عدد سكانه عن 50 مليون نسمة. بعد أسبوعين من اعتماد البطاقة الخضراء في إسرائيل لمن تم تطعيمهم ولمن تعافوا، سيدخل تخفيف آخر لتدابير الإغلاق حيز التنفيذ، ليصبح بالإمكان ضمن شروط معينة إعادة فتح الملاعب الرياضية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى تخفيف قيود السفر على الإسرائيليين أيضاً. وفقاً لليونيسف، ازدادت حالات زواج الأطفال على مستوى العالم، وتشمل الأسباب إغلاق المدارس والأعباء الاقتصادية ووفاة الوالدين بفيروس كورونا، وغالباً ما تتعرض الفتيات المتزوجات قسراً للعنف المنزلي ولا يستطيعن الذهاب إلى المدرسة، وهناك أيضاً خطر حدوث حمل مبكر بما يحمله معه من مخاطر. من المنتظر أن يقام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مرة أخرى بشكله المعهود في أكتوبر المقبل تحت شعار عودة اللقاءات، وسيمكن تكييفه بشكل مرن مع التطورات في جائحة كورونا، وسوف تكون كندا ضيف الشرف هذا العام. الناس في حاجة إلى أشخاص آخرين، في حاجة إلى قربهم من بعضهم بعضاً، فدون هذا التواصل تضغط الوحدة والعزلة على أرواحهم. كثيرون يعانون من تدابير الإغلاق، ولا يكفيهم البقاء وحيدين عاجزين ومحاصرين في فقاعاتهم،
في نهاية هذه الحلقة سنلقي نظرة فنية على هذا الشعور الداخلي خلال فترة الجائحة. ممثل مسرح فرايبورغ في جنوب ألمانيا، تم عرضهم ضمن فقاعات ضخمة شفافة، إنها فكرة الفنان الألماني فلوريان مينيرت. عندما يعزف الموسيقي في فقاعته مثلا، فإنه يسمع نفسه فقط ولا يمكنه التواصل مع الموسيقيين الآخرين. الممثل أيضا يسمع نفسه فقط، وبهذه الطريقة أحاول تصوير هذه المجالات الثقافية وكذلك الشعور بالوحدة لدى شخص مسن مثلا. من خلال مشروعه يسعى فلوريان مينيرت إلى تناول كيفية تأثير التباعد الإلزامي خلال الجائحة على الناس. إنه يريد وضع ممثلي مسرح فرايبورغ في فقاعاتهم في لوحة مسرحية مؤلفة من فروع أشجار. فكرت في أن أدخل في فقاعة صابون وأقفز عدة مرات على أطراف أصابعي وأطير بشكل فني جميل للغاية في قاعة المشاهدين. يرتدي جميع الممثلين أزياء من مسرحيات مختلفة ويدخلون تباعا في بالوناتهم. عندها يكون أمام فلوريان مينيرت نحو ربع ساعة فقط لالتقاط الصور قبل أن يتكثف الهواء في الحيز الداخلي. العمل برمته جماعي، كل مجموعة قمت بها لها أجواءها الخاصة، وهذا أمر متميز في حد ذاته وخاصة الأداء. قبل بضعة أسابيع طلب فلوريان مينيرت من موسيقيي في الهارموني شتوتغارت أن يرتدوا ملابس الحفل أولاً ليدخلوا بعدها في الفقاعات البلاستيكية ويعزفوا جميعهم لتنشأ بعدها هذه الصور في نهاية الأمر. الدافع وراء عملي هو دوماً مشكلة تشغلني ولا أجد لها إجابة. بسبب الجائحة يقوم فلوريان مينيرت حالياً بنشر صوره رقمياً فقط على موقعه عبر الإنترنت.